نخش بقى على طول على الدوريات الأوروبية المختلفة. أنا هبدأ بالدوري الإنجليزي بصراحة، والدوري الإنجليزي من الدوريات الممتعة والقوية والغير متوقعة بشكل كبير جدا. يعني بنتكلم الموسم ده عندك أرسنال متألق، ومتألق من فترة طويلة جدا ما كانش فيها، متألق من 2003 2004 تقريبا. ففي دايما جديد، في فرق بتصعد، في فرق للأسف مستواها بيختفي، زي مثلا ليفربول على سبيل المثال هذا الموسم، رغم تألق محمد صلاح طبعا، بس ليفربول ليس الأفضل هذا الموسم. خلينا نسمع منك. طبعا الدوري الانجليزي ده حلاوه الدوري الانجليزي، وكل المتابعين بتحب تتفرج عليه، ان ما حدش يتوقع النتائج. يعني بالظبط. امبارح بورنموث متزايل الترتيب كسب ليفربول، فالنتائج ما بتبقاش متوقع مين يكسب مين، ودي حلاوه الدوري الانجليزي. ارسنال طبعا عامل حاله جيده السنه دي مع مايكل ارتيتا، بيقدم موسم مميز جدا، بيلعب كره جماعيه بشكل مميز جدا. امبارح فاز على فولهام بثلاث اهداف نظيفه، وبيستمر وبيسعى بيتسع الفارق الى 5 نقاط مع مانشستر سيتي. قدم مباراه كبيره جدا، خاصه تشاكه في عمليه التكمله الهجوميه. عنده توريس هارد، اللاعب اللي جابه في انتقالات يناير مع مارتينيلي اوديجارد، في العمل بين الخطوط كانوا مميزين جدا، وقدروا يسجلوا 3 اهداف في الشوط الاول. استغلوا عمليه استغلال المساحات في وسط الملعب اللي موجوده في فريق فولهام. الدفاع عندهم تطور بشكل كبير جدا، والميزه بتاعت ارتيتا وارسنال حتى لما بيخسر الكره بيحترم الخصوم، والكل بينزل يدافع تحت الكره، تلاقي الفرقه بتدافع بشكل جيد وبتحترم الخصم بشكل كبير جدا. وجود صليبه مع جابرييل ادى قوه في الدفاع وصلابه بشكل كبير جدا، فارسنال بيمر بشكل مميز جدا. رائع جدا. يعني دلوقتي معظم الفرق الانجليزيه حصل فيها تطور ملحوظ في النسخه دي من الدوري او البريمير ليج، ما عدا ليفربول، تراجع يعني عجيب. في رايك بالمناسبه ايه سر التراجع ورا ليفربول في النسخه دي بصفه خاصه؟ يعني مشكله ليفربول ان الفرقه كلها دعمت، تشيلسي دعم بصفقات كثيره جدا وصرف فلوس، ارسنال دعم بناشئين بشكل جيد جدا وفي مشروع لارسنال، كذلك طبعا السيتي عنده فرقه مميزه جدا وسكواد عالي 30 لاعب مميزين جدا، عكس ليفربول اللي اكتفى بال 16 17 لاعب. ودي مشكله، ان كان لازم يجيب انتدابات وصفقات. ليفربول عنده مشكله كبيره جدا واضحه في وسط الملعب، فيرمينيو وفابينهو وهندرسون وحتى هيرفي اليوت، يعني لعيبه الجوده بتاعتها محدوده مع احترامي ليهم. طب عدم جلب صفقات جديده دي رؤيه جهاز فني ولا دي امكانيات فريق محدوده؟ لا اعتقد رؤيه الكلوب اللي هو ما فكرش يجيب صفقات واكتفى باللي عنده بال 15 لاعب. حتى لما راح لساديو ماني التركيبه الهجوميه لسه ما فيش انسجام وتناغم ما بينهم، سواء نونيز او جاكبو، جه فتره اتصاب دييجو جوتا، الدفاع مش في احسن حاله السنه دي، فان دايك بيعمل اخطاء بشكل كبير جدا مع كونيتي. كان قوه ليفربول عمليه الضغط، والضغط العكسي بيعملها بشكل جيد، افتقد لهذه الامور. حتى السرعه في افتكاك الكره برضو افتقدها بشكل كبير جدا، شفناه في لقاء بورنموث. مشكله ليفربول اللي هو ماشي على سطر وبيسيب سطر، فاز على مانشستر يونايتد 7-0، قلنا بقى يستمر في الاداء وهيبقى في رده فعل ايجابيه، ولكن جه بعد كده خسر من بورنموث. قوه ليفربول كمان في الاطراف، سواء روبرتسون من ناحيه الشمال او ارنولد من الناحيه اليمين، وبيعملوا ربط مع الجناح اللي قدامهم. السنه دي في هبوط فني واضح، كمان في مشكله ذهنيه واضحه في فريق ليفربول، بيفتقد التركيز في معظم المباريات.